FM. الكلمة ليك. اليوم عندنا مشكلة كبيرة يلزمنا نفيقوا بها. ثم عدم ثقة من الشعب التونسي للدولة نتاعها وخصوص الحكومات. اليوم هذه تتحل بالصراحة. هالملفات هذه يقول لك حل الدوسي. حل الدوسي. شني مخوفنا نحل الدوسيات؟ وش يهمني بشكون تلعب بها أنا؟ ماني أنا على نية. نحل الدوسي. نقول للتوانس شني حكاية البترول. خلينا نطلعوا احنا هالشركات البتروليه دي تجيب من بلدان اخرى وتحط في لبير الفارغه نتاعنا نحنا وتعطي فينا معاهم. خلينا نشكروه. خلينا نقول الحقيقه. شنو اللي يخوفك انت باش تقول الحقيقه؟ احنا راي باش تحل الدوسيات اذا كان نحبوا تونس تريض. اليوم تونس ناقصتها الصراحه من مسؤولين. هذا النقص. نحبوا نحلوا الدوسي نتاع الاراضي الدوليه الفلاحيه اللي هي الثروه الوطنيه اللي هي الامن الغذائي نتاع الشعب التونسي اللي قاعده تتعطى للطرابلسي جدد. شكون هما؟ أوني القائمات موجودة؟ عندك قائمات؟ عندي قائمات. فيها أحزاب؟ فيها الناس الكل. فيها الناس الكل. على كل لون كريمة. كابا فهم. الكلمة ليك.